أرحب بعضو اللجنة الوطنية للأوبئة دكتور غازي شركس. أهلا بك معنا دكتور غازي. يعني بداية، لو تضعنا في صورة الحالة الوبائية العامة الآن في الأردن، إلى أين وصلنا؟ نعم، حاليا إحنا بمرحلة التفشي المجتمعي، يعني أصبح عندنا واضح تفشي على قدر متوسط، ومنسجل حالات بشكل يومي، ومتوقع أنه الحالات تزداد في الأسابيع القادمة ما لم نتخذ إجراءات من ممكن تحد من عدد الحالات اللي بتصير. وطبعا يتبع زيادة عدد الحالات للأسف حصول وفيات. نعم. وأغلب الوفيات بتكون في ضمن الفئات اللي أكثر خطورة، كبار العمر أو اللي عندهم أمراض مزمنة مطبطة للمناعة. طيب دكتور، لأننا نتحدث الآن ما لم نتخذ إجراءات، لذلك يعني ما هي آلية عمل اللجنة المشكلة الآن؟ نعم، اللجنة شكلت وهي منبثقة من لجنة الأوبئة باختصاصيين في الوبائيات والأمراض المعدية، مشان تاخذ موضوع البيانات الموجودة، تشوف وين كيف إمكانية تعزيز البيانات والحصول على أكبر عدد ممكن من البيانات حول الحالات اللي بتم تسجيلها، لأجل رصد الوضع الوبائي بشكل دقيق والتتبع الأمور الحدوث للحالات حسب الأسابيع الماضية والأسابيع الموجودة هلأ حاليا وما ممكن أن نتوقعه في المستقبل. فإحنا هلأ بدنا ندرس الأرقام حاليا. احنا بالاجتماع، يعني انا طلعت من الاجتماع مشان ارد عليكم، احنا هلا حاليا بنناقش الامور وبنشوف كيف بدنا نمشي، شو المنهجيه اللي بدنا نحصل عليها حتى نعطي المردود المطلوب ان شاء الله. بناء على معطيات اوليه وبيانات اوليه تمت دراستها، هل نحن يعني في وضع مقلق؟ الى اي مدى نحن الان في وضع مقلق؟ نحن الآن في وضع، يعني أنا ما بقدر أحكي عنه إلا أنه يعني نقدر نقول أنه مقلق نوعا ما، لأنه إحنا الحالات عندنا قاعدة تزداد، والإجراءات اللي بنتخذها حاليا هي غير كافية لتقليل عدد الحالات إذا ما كان موجود التزام من المواطنين بكسر سلسلة العدوى. يعني أختي الكريمة، أي إجراء إحنا بنتخذه إذا لم يتبعه كسر سلسلة العدوى من قبل الناس بارتداء الكمامة والتباعد، فما رح يكون كثير مجدي. فالموضوع بقلقنا لأنه العدد، وتيرة الحالات بترتفع، وإحنا بدنا نحاول أنه نقلل من نسبة الحدوث قدر الإمكان، وهذه تقلل بأنه يصير في تباعد اجتماعي وفي وسائل وقاية أكثر، وأنه إحنا نلزم الناس ما يتجمعوا في أماكن تجمع ما في داعي لها. دكتور غازي، اللجنة تظهر بأرقام يعني دقيقة عن عدد إجراء الفحوصات وإعادة أيضا الفحوصات من قبل الأشخاص الذين أجروه أول مرة أو ثاني مرة، أو هل هنالك أرقام معينة؟ إحنا هلا حاليا ندرس كل المتغيرات اللي موجودة في تقريرنا الوبائي أولا بأول، ومنها مسألة الفحوصات، لكن حاليا لم نصل لأي أرقام. إن شاء الله في المرات القادمة بنكون إحنا وصلنا لمحددات معينة وشغلات معينة ممكن نحكيها لكم ونعطيكم عليها فيدباك. طب دكتور، الآن تمديد ساعات الحظر يعني بالضرورة سيكون له تداعيات اقتصادية سلبية على القطاعات حتى لو كانت ساعتين، في المقابل هنالك يعني أثار إيجابية صحية يمكن الحديث عنها لتمديد الحظر في الأيام القادمة، ساعات الحظر الليلي؟ نعم، المعادلة في كسر سلسلة العدوى هي التقليل من حركة الشخص الذي قد يكون مشتبها بالإصابة أكثر قدر ممكن، وكمان نأخذ الجانب الاقتصادي بعين الاعتبار. مشان هيك تم التوافق على تقليل نسبة الساعات اللي الشخص بيكون حر فيها بالتجوال. هذا بخليه أي شخص مصاب
او مشتبه باصابته بتكون حركته ضمن المعدل اللي احنا بنحاول نضبطه بدون ما ناثر على حياته وعلى توجهه لشغله وعلى احتياجاته وعلى القطاع الاقتصادي بشكل عام. ولكن دكتور نتحدث عن ساعات جدا قليله. نعم. يعني الى اي مدى لها تاثير ايجابي؟ ما هو ذلك المدى الايجابي الذي تتحدث عنه مقابل هذه الساعات البسيطه؟ اختي الكريمه، اي اختلاط ما بين شخص حامل للفيروس بشخص ثاني هو في خطوره بانه ينقل الفيروس. كل ما قللنا حريه الشخص بالانتقال كل ما قللنا كمية التعرض. هلا احنا حاليا هاي عندنا السيناريو انه هاي عدد الحالات، لكن ممكن في المستقبل اذا حسينا انه ما في جدوى من الساعات المعتمدة هلا حاليا في عدم التجوال ممكن انه نزيدها. فهي المسألة بتتعلق بحد حركة الاشخاص اللي المصابين او المشتبه باصابتهم. وبرضه اذا ما كان في التزام من الناس بوسائل الوقايه هذا بنافي اي استفاده ممكن نحصل عليها احنا. طب دكتور، ماذا عن الاجراءات التي سيتم اتباعها مع العائدين من الدول التي تم تصنيفها بالخضراء مع التحديث الاخير في ظل تسجيل ارتفاع يعني عدد الاصابات داخل عدد من هذه الدول الخضراء؟ نعم. هلا الدول الخضراء احنا نتبع معهم وسيله انه ما في داعي نخليهم ينتظروا في المطار، بيعملوا فحص البي سي ار وبدخلوا البلد وبننتظر احنا نتيجه الفحص. نعم. نعم. شكرا جزيلا لك عضو اللجنه الوطنيه للاوبئه، كنت معنا عبر الهاتف دكتور غازي شركس.